قبل أكثر من 30 عاما دخل عبد مجال إصلاح وصناعة الأحذية المحلية من خلال هذا المحل المتواضع، مستهلا مشواره كإسكافي من أوائل الصناع التقليديين الذين خلعوا ثوب التقليد وانهمكوا في ممارسة هذه المهنة. يعمل عبد على تطويع وسائله وأدواته، مطورا مهنته التقليدية ومحاولا توسيع مجالات صناعته، خاصة في مجال صناعة الأحذية وإعادة تدوير بعضها في مشهد يعكس براعة الأنامل الموريتانية وكفاءة الأيادي الوطنية رغم شح الوسائل. من تقريبا 1991 والله قاعد 90 مين اللي انا تاركين هون نمشي الصباح ونظل نهار نهار تام عاد الزين بير قاعدين نصارع عدلو الزين بير قاعد عدل من الصباح لدح ايش نعدل نوفي كيفت قيلة بطريقه مضبوطه ومعلوم وزين تعدال ومضبوط. تعتمد هذه الصناعات في مادتها الخام على جلود الحيوانات، وهي ثروة تتوفر في بلادنا التي تملك ملايين الرؤوس من الماشية ظلت لعقود تذبح وتنحر لتوفير الحاجيات من اللحوم دون الاكتراث بما تحمله من قيمة مضافة أخرى من خلال الجلود التي تعد عملة ثمينة في العصر الراهن. هذه السلسلة فيها بوزات وفيها السلاخة وفيها جماعة الجلود وفيها بائعين الجلود وفيها التعاونيات النسوية للدباغات وفيها أهل الصناعة التقليدية، وبالتالي معناها أن هذا القطاع قطعا عنه في الفترة اللي منين 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 يخلق فيه الشيء استثمار ياك يعود فيه مصنع نهائي ويسوى كاع ما يعود لنا احنا دورنا هون، لأن منين تعدل الدولة مصنع نهائي احنا مستعدين نشاركوا فيه. يلا الدولة تعدل مدبغة وطنية، احنا جلودنا يمشي شور الخارج ويستفادوا منهم واحدين اخرين، وشونا نحن هنا تياه وينبعونا باسعار غالية، لان الجلد سعره هون في السوق هون 4000 اوقية، وهي معدل اصلا من جلود حيواننا نحن، ونحن نقدر نعود زاد نحن عندنا هنا تياها مصنع والله مدبغه وطنيه، هي من فسها تقد يشتغلوا فيها ياسر من نارواقيش من المواطنين يستفادوا منها. لقد خلق بيع الجلود فرص عمل تعود بالدخل الوفير على عدد من المواطنين خاصه من فئه الشباب. مدى استفادنا احنا الاجل اللي كان يبقى مزروق قدنا استفادوا منه، شبروا منه 1500، شبروا منه 2000، واسقار هنا شبروا منه 500، اسقار جل 500، ومصير انه مستفادين منها. الجل مات اللي يبقى مزروق وينزرق من باليط، قطعا ما هو جل ينزرق من باليط ابدا ولا فرس. تجمع هذه الجلود مشكلة رفوفا كمخطوطات تاريخية قبل أن يتم تصدير بعضها إلى دول الجوار بعد عملية التجفيف والتنظيف. بعض هذه الجلود تخضع لمعالجات أولية بمصانع في نواكشوط ليتم تصديرها لعدد من الدول الأوروبية. في طريقها صوب الاستخدام تمر الجلود بالمعالجات الأولية عن طريق مصانع تصدرها للبلدان الخارجية بغية المعالجة النهائية لتدخل بعد ذلك في حلقة الإنتاج. أنا عدلو شي قالوا نصف مصنع، معناها تصنيع نصف مصنع جلد نقبوه جديد ونعدلو شي قالوا عملية التقطيع والتنظيف ونديروا عليه الملح، وبعد نعدلو له عملية غسل في هاو البراميل اللي شفتوا ونضيفوا له مواد تنحي، قال لهم مواد باطل دباغية ومواد كيميائية تنحي الشعر، وفي النهايه
نضيفوا له ماده انقاله الكرم، هي اللي يصبح من خلالها انين يؤخذ يعود نصف مصنع. تستقطب صناعة الأحذية عدداً لا بأس به من اليد العاملة الوطنية، وتعمل الجهات المختصة على إنشاء مركز للتكوين، وهو المركز الذي يبدو أنه ما زال على الورق. عاكفين لإنشاء المركز موجود في الميناء حالياً لتحسين دباقة الحدود، المنشأة موجودة حالياً، وكان أساسها مجموعة من التعاونيات النسوية اللي لها سنوات تشتغل في دباقة الجلود وتقضي السوق بجلد مدبوق دباقة أولية يراهم أن أحسن منها بعض الدباقات اللي جي من الدول الجوار. ارتئينا على أننا نعدل تحسيس لمجموعات من الشباب اللي منهم قاد يقوم بعمل والله يعدل ابتكار، وإجبرنا الحمد لله مجموعة من الشباب ودعمناها وما زلنا مستعدين ندعموها في جميع المجالات اللي تقد تعدل من هذه المشتقات اللي نقالها مشتقات الجلود. في عالم صناعة الأحذية قد تختلف الملامح، لكن القصص تتشابه كثيرا، وعلى لسان أصحابها جملة من التحديات يرون أنها تقف حشر عثرة دون وجود سوق للأحذية المحلية. من نجبروا الدعم من الحكومة، نجبروا الدعم قطعا إن شاء الله تعالى نحقوا الاكتفاء الذاتي جميع المجالات، سياني الصا سنترات وسياني أحذية هذا تكباط وأحذية دراع. لا بد أن من نجبروا شنقال العون شنقالوا تمويل نكحصوا عن الوين احنا فيها، ويعدل لنا مصنع عود كبير، وتقوم الجهات المعنيه تعدل لنا مصنع عود كبير وتجيبوا لي ثاني كامل، ولكن انا ما هو متعلم نحن نقدروا نعلموه من احنا تعلمنا. لا يتوقف الانتاج على الاحذيه، فاصحاب هذه الانامل يؤكدون قدرتهم على انتاج اشياء متعدده تدخل مجال الاستخدام اليومي، وقد تسهم في خلق الاكتفاء الذاتي. ورانا نعدلوا كل شيء، نعدلوا جويه المدافع، ونعدلوا جويه الاماس، ونعدلوا جويه نعدلوا لباس الوتات. فهمت كيف؟ ونعدلوا تابيسري، نعدلوها كاملها، انا هذا كنت اصلا قاعد نعدل تابيسري جنرال، نعدلها كاملها، مقاعد الوتات، سواء نوع من الوتات، نقدر نعدلها صاروخ باسره. في الوقت الحالي نتعاقدوا مع خبراء مغربيين لمده 3 إلى 6 أشهر من اجل تكوين الصناعة التقليدية الموريتانية اللي كانها تعدل جلد يدخل في الصناعة الجيدة وتحسن من جودة الصناعة. امتصاص هذه الصناعة لنسبة من البطالة جعلها تدخل دائرة الاهتمام، غير أن بعض الخطى صوب تثمين هذه الصناعة يشهد بعض التعثر في بعض الأحيان بحسب العاملين في المجال. قطع عندنا خارجيه اعلاميه في دار في على مستوى مجموعه الاسكافيين، وقدمنا ملف واشتغلنا عليه 10 من الشغله الصناعه، وحاش اللي علينا جانا الرئيس جانا الوزير وقدمنا له نموذج في ورشات حيه لهذا الملف، ما عرفنا شي خلقي. صناع الأحذية مع الصناع الآخرين عندهم حالا هذا البرنامج اللي اشتغل معاهم لسنتين، زالوا سنتين وعمره له 4 سنوات. نشتغل معاهم في التكوين، يعني تحسين اللمسات الإنتاجية. نشتغل معاهم في تسيير الورشات. هاي الناس يعرفوا الطريقة اللي قدروا يسيروا ورشات الإنتاجية. معناها أن يقدروا يحسبوا التكلفة ويقدروا يحسبوا الإنتاجية ويقدروا يخرصوا مقارنة بالمنافسة طريقة التسيير. احنا المشاكل المطروحة لنا شنو؟ احنا عندنا ما يقارب 160 ألف جل نص مصنع، وهذه 160 ألف جل على أقل تقدير فيه
داخل 40 مليون من عملة جديدة أكيد. وبالتالي إحنا في الوضعية اللي هي الشيء يتطلب ذا يتطلب استثمار ثاني، وأكيد على إنه ما هو بقد ذاك حتى من 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 التكاليف. تعج الأسواق الوطنية بعينات مختلفة من منتجات الجلود المستوردة وفي مقدمتها الأحذية بمختلف الأشكال والأحجام، غير أن الأحذية المحلية تحظى بمكانتها في النفوس. عندنا بعد باتيك يطلبوا منا نعدلوا لهم الكميات، غير نحن ما نقدر نعدلوا الكميات، كلنا في بلاصة واحدة. عقب ذاك هون نقطة مهمة لابد نشير لها، لان هذا اللي قالوا هذا ماركس تكوين المهني لابد يعود في مدرسين لهذه الماده اللي قالها نعيل، بالماده اساسيه وكل رجاج لابس زراعه لابد له من نعيل. يتفاوت الدخل كما تتفاوت الاسعار بتفاوت النوع المطلوب، ومع وجود الدعم وتوفير الوسائل يراهن اصحاب هذه الصناعه على تلبيه حاجه السوق وتوفير احذيه تتوفر على شروط الجوده والقوه تصل شتى ربوع الوطن باسعار تتناسب الجميع. على كل حال الاسعار اللي عاد نبيع نعيل ب 5000، ساعه 6000، ساعه 6500. افتخر واحد لا طاق 7000 مرة أو توالك لعن ربحوا 2003 و 2500. حاكوا جميع هذا جميع الدسيهات اللي تجي من خارج من فاني وبرتوزي احنا نقدر نعدلوهم. في الفترة الأخيرة أوروبا حرمت على أنها يدخلها نص مصنع، معناها الدور اللي شي ينقال له برودوي فيني اللي هو جل مصنع نهائي، وبالتالي اصبحنا في الورطه اللي احنا فيها درك. بدانا نفكروا عنا يا الله نعدلوا شيء ينقال له تصنيع النهائي، والنشي متباركين مع ذا ونلفت انتباه الدوله والسلطات العموميه على ان هذا قطاع مهم، وعلى انه يا الله يخلق فيه استثمار، وعلى ان احنا ذي البنى التحتيه اللي عدلنا فيها وذي التقدم وهذا التجربه لأنها الدورة تساعد قطعاً القطاع. يسعى العاملون في صناعة الأحذية المحلية لخلق الاكتفاء الذاتي، وكما سكنتهم هذه المهنة يسكنهم الأمل في رؤية ذلك اليوم الذي يصبحون فيه مصدر السوق الأول لها، كما يطمحون إلى أن تحظى صناعة الجلود عموماً بالعناية لتأمين الأسواق الوطنية بحاجتها من الأحذية والحقائب والمستلزمات المصنوعة من الجلود بقدرات وطنية. بالونات بشتى الألوان والأشكال وتصاميم متنوعة استطاعت من خلالها فاطمة أن تخلق لنفسها مكانا في سوق العمل. هنا في ورشة فاطمة نتابع جزءا من يومياتها في تشكيل المصنوعات اليدوية التي اختارتها كهواية وتدرجت فيها حتى أصبحت مهنة تكسب منها دخلا معتبرا. هذا المشروع دخلت أولا وسيلة الكسب وتوف غير فهم الشغف، وزين عندي الديكور اصلا، وزين عندي المسائل هذو اللي حرفيه كانها يدويه زاد. اللي دخلت المشروع
رغت انا عني نطور فيه لعام في تقريبا لعام انا في عندي محل اللي سابق ذاك كنت نشتغل من الدار، كنت نعدل كربيات ونبيعهم بالجمله للمجمعات. الين دخلت هذا المجال سعيت دائما على عني نطور فيه، وسعيت مولي على عني عند منين دخلته على عني ما نستورد شي من الدول المجاوره. تتعدد هذه الابتكارات وتتنوع مجالات استخدامها ومصادرها، لكنها تتحد في كونها أفكارا جادت بها قريحة فاطمة فجسدتها على هذا النحو من الأواني والإكسسوارات والمواد الفنية الجميلة. هذا المجال يقدر يتفرع منه أعشر مجالات، أعشر دي برانش، فيها ديكور، وديكور مجال واسع. فما لا أكياس صداق، أكياس صداق عالم وحدهم، يقد رجاج يفتح بوشي قال لك يا صصدق كيف ذاك السلات، كيف ذاك الطيافر، كيف هذو الاشغال اليدويه اللي فيهم خمس انواع، كيف ذاك الامبرسيون اللي خاصه بمجال الديكور. لا تخلو صناعه فاطمه من بصمه تراثيه محليه هي سر تميزها وعنصر الجذب في منتوجاتها. رغت على عني نطور فيه خاصة في الصناعة اليدوية، تعود روايات كاملة اللي نحتاجو لها المتماشة مع عاداتنا احنا، على عني نعدلها هون محليا القادة كامل نعدل منها. أول شيء عدلته على عني عدلت الطيافر، هذو كانوا جلام المغرب، عدلتهم من بوا غير عدلتهم هون محليا، حفلتهم محليا. أبري الخطوة الموالية وكنت طبعا نعدل السلات وعدل هون من الزعف، وطورتهم انا عدتهم اللي من الكرتون، من ثم عدت الناس تختار عنهم بجيل بهم اللي عادوا شوي قديمين عنهم، هو انت عدت نعدل هذو الطيافر، عدت نعدلهم هذو على شكل الطيافر، هذو اللي ايتاج ندير فيهم بونتشي، وعدلتهم من الكرتون هما جيتابل، مولاهم اللي يشريهم ويقيا ماشي بهم، ما هو روايه تحتاج على ترجع كي الاعتيادي عند الناس للطيافر. موهبة فاطمة في الصناعة اليدوية وتشكيل المواد وتحويلها إلى منتجات مبتكرة جعلتها قادرة على إعادة إنتاج كل ما يروق لها، سواء كان ذلك ابتكارا أم مجرد محاكاة لا غير. بالإصرار على الخلق والإبداع وعدم الاستكانة للخمول والكسل، تفتقت عبقرية فاطمة على هذا النحو الجميل لتصبح صاحبة لمسة تحمل اسمها وبصمتها الخاصة في هذا المجال. نسيب السني عبداوة، الموريتانية، نواكشوط. يوفر سوق الهواتف النقالة وسط العاصمة نواكشوط فرص عمل عديدة، كما يضم بين أروقته وعلى جنباته مشاريع مدرة للدخل ومبادرات تجارية واعدة. سوق الهواتف النقالة وسط العاصمة نواكشوط أو نقطة ساخنة كما اصطلح على تسميتها، وصف دقيق لمشهد يختلط فيه صخب المتسوقين والباعة وهم يعرضون بضائعهم المتعددة بشتى الطرق. الموقع الاستراتيجي للسوق في قلب العاصمة
وتعدد زبنائه ورواده خلق بيئة مناسبة لتنامي عدة أعمال ومشروعات صغيرة مدرة للدخل ومبادرات ناجحة انتشلت أصحابها من شبح البطالة ووفرت لهم عملا يدر عليهم دخلا محترما كما هو حال هذا الرجل الذي خطرت له فكرة إعداد مشروب الزريق وبيعه في هذه السوق 14 سنة الحمد لله هنا نشتغل في المهنة ومستفاد منها جيت هون ما عندي خمس ولا عندي بلد قد نشتغل فيه والحمد لله طلعت لي فكرة في هذا أولا كنت نعدل تايد مرة ندخل منه ستمية وقية وعاقب من ذاك طلعت لي فكرة تنعدل الزري وتلا كل نهارنا يومي طالع مرة نطلع بألف وخمسمية ومرة نطلع بألفين يعني طمو لنا عاد الحال ينزل يعني الحمد لله تنهاري ما نرابح 15 ألف وستة عشر ألف ما ربحت سبة وبنيت منه دار حمد المولانا وشاكره أنا حمد المولانا دار كبيرة بانيها منه وعندي ولد مخيمون نهارتهم ولي منها في إحدى زوايا سوق الهواتف اتخذ هذا الشاب من مهنة إعداد الشاي وكؤوسه المترعة عملا يكسبه دخلا يعينه على تحمل أعباء الحياة دون أن يتناسى الظرفية الصحية وما تتطلبه من إجراءات الشهرين هو العدل هاي المهنة عايش منها عندي أمو متاع وعندي جفل العقم مصريين ما شاء الله عايش فيها وهون مولتن وإن شاء الله ما شاء الله نعم ولا ما شاء الله وهذه مهنتي وهذه هو كل يالي مني وهي من متاعي وعايش بها يصير بعده شباب نبذ الكسل والاتكالية واتخذ مبادرات أعمال تكسبه دخلا يوميا متخذا من هذا السوق ميدانا للكسب والتحصيل خصوصا أن الولوج إلى العمل هنا لا يحتاج إلى تكوين أو خبرة ولا حتى إلى رأس مال وفير فقط الهمة والإرادة والطموح عندي الباتري الحمد لله الأول اللي نشتغل فيه لا عنده مشكلة الحمد لله رب العالمين الباتري تقريبا دائما باتري الأصلي ونشره تقريبا لا من عندها ولا عدلوا تلفونات ولا نشر الباتري اللي دائما يجي من خارج وما شاء الله بعد مفضل الباتري تقريبا اللي يجي جديد انا لي تقريبا 17 سنه في المجال هذا هو وعايش منه الحمد لله وعايش منه العيال وقانين عن ياسر مشي عن الطالبه وعن السرقه وياسر مشي ونبقى بعد الشباب كاملين اللي عندهم مش في المهنه اللي هي هو العمل كامل شرف العمل قبلناه عمل محتاجين لوبنا اللي الشباب ولا بدانا منه لا بدانا من شينا نقدونا نكيفوا به حياتنا وبين اللي عاطلين عن العمل عندنا وش من باتيك وإقارات هون كراونا واعرين مع البيت البوتيك تراعي فيه قاعد فيه كاري ب40 وعليه كوراه وحده ومن الملاحظ أن السوق لم يعد يقتصر على بيع الهواتف وإصلاحها فقط بل دخلت على الخط أعمال ومبادرات تجارية خلقت العشرات من فرص العمل بين أروقة هذا السوق وعلى جنباته ويرى العاملون هنا أن السوق يحتاج إلى الكثير من الإجراءات التنظيمية التجارة الإلكترونية رايج في هون الناس اللي تعدل تليفونات يجي واحد ما عنده قاع موتور نفس رافده ويعطي زمن أول ما باقي شي مو عنده والحالة ذا هي تم في بوتيك مجرو لين يجيك ملا يوخلك بدون على انه يعطيك مدة من الزمن وذا لا بدأ يتغير في شيء ولا بدأ القانون ينطبق على ياسر من الأمور جيت للسوق دور عود 2014 ولا 2015 تقريبا بدأت أولا في شيء قالوا البرمجة ودوكو داج التلفونات شدا يعني أبري عقبت ذيك المهنة اللي جاوزتها مشيت على ناقص راباراتير عدلوا تلفونات وفتحوا فهمت الحمد لله مهنة الحمد لله دخل العديد من حملة الشهادات وغيرهم اتخذوا من بيع وإصلاح الهواتف نشاطا تجاريا بعضهم تدرج فيه حتى امتلك محلات تجارية رائدة في هذا المجال أنا جيت هون تقولني 2014
فهمت كنت مارس ياسر من العمل السابق ذا يا غارني جيت هون تعقلم مع السوق وفهمت في ياسر مشي ان شاء الله ولا تيزم بدلوش حتى ياسر من الشغله كنت اصلا نحلم به السابق نجي هون وكان مهم عندي الله يركي له وعيط عليه ما نمارسو العمل بدات فيه عند 2010 نبيعوا بليات ونصلحوهم ونبيعوا تليفونات والعمل ما شاء الله مستفادين منه الخبره جيتها ما نعرف يقر جيت من اخوتي وناتيا وعلمونا الطريقه اللي نشتغل فيها وما شاء الله الحمد لله عدت نعرفها عدت ان شاء الله نشتغل فيها جيت بدايه كنت لا نزقنا في الساحه نشري تليفون ونبيعها في المرصه كيف الخرق كان لله الحمد عقبت لا تقدمت وشريت طابله وتنشر البضاعه ونبيعها هون أنشطة تجارية لا حصر لها يزاولها مرتادو هذا السوق أغنتهم عما في أيدي الناس وكفتهم ذل السؤال. لا خير يا صاحبتي انا لا وفقتيت وقتيتي شوراش شور الداخل تعليم مشكله بديت ترضي بيها راسك اه شلين عدل الصار هي تقيس ارض ما تعرفيه هي تمشي عن نهلك تمشي عن تركتك هي تمشي عن صحاباتك لا لين نعت لمسوا راسي ونرجع اه صاحبتي ما نكل ولا نكل تسالية ما نبقي لك صاحبتي ايوه تو لقيتي لي الحق دريات عدلي صاحبتي ايوا تو ماني قاع ماشي مريم لقيتش بلا معنى فاطمتو للهامك ما يصح انا بعد ما تليت مسافر امالي الداخل ماني قايسو انا فاطمتو ليه نقري لهم في نواكشو احلى اهلي واحلى عيالي واحلى صحباتي وهك ماني قايسو فاطمتو هون هك لا واحد الداخل سياني هون واكشوط واكشوط ما بحد له امه واكشوط ما يعرف الناس كامله الناس تمشي من واكشوط بوقت يشور كل الارض من موريتاني واكشوط ما يقدر في الناس فر فاطمه تشير الفرق بين كثير من اداريين وعسكريين وممرضين يفكتها بشور الداخل يا الراجل المعلوم انا ماني طمن الخلق اللي كلها يفكتها إنين يفكت أما اللي ما يمشي كلها تاكي على قفاه يخلص شهريا ولا يطلع قع شو المدارس وأنا أما اللي فاطمة الله كيفته ماني طالع أنا ماني قايسة شو الداخل لين قري الله هم في نواكشوط إن شاء الله وخلاص يجيني شهريا ما تقل له 5 ولا 10 وانت خرص لي قع حد يفكتيني هون أنا بعد الداخل ما تيد قايسته وتو انت ما كافيك مشي عنك لك قريب من شهرين قاعدة هون تماطلي فاطمة تجي داخل الشايف علي انا ذيك الظروف ما عندي الهشي ولا لي قايستها الظروف قلت لك هي ما لا تحسن عاقب سلاح التعليم ما لك عدتوا تجبروا على البعد عدتوا تجبروا على الطبشور نهارك لزملائك القرايه ما لهم ماشيين شور كل ارض موريتان في كرار مكيفه على حساب الدوله تالي وتاليات زياد رئيس الجمهوريه لعدلكم 10,000 وقيه طيله السنه الدراسيه على دبوس خلاصكم فاطمتو لما قلتوا تحلموا به فاطمتو ايد واحده ما صفت فاطمتو عاونوا الدوله انا صلى كان يسوى عليا ما يجبر شيء اشبه من ذاك بيلي انا نبقى نتم حدا صحباتي اذا بعد ما في شيء لا قلت شد الحق صاحبتي انا معاك فيه ايه ذيك هي الاخبار فاطمتو ولي عنك تيه ما تبلي من المماطله ولا تبلي من التغير كافي نهار جايك ذا من الاداره الجهويه فاطمتو اذا ما تري صح قولي لراسك وقولي لمريم صاحبتك قولي لمويتاني كامله انا عاقب صلاح التعليم اذا ما تري مسموح به الغياب غير مبرر
ما مسموح به. القراي يلا يطلع في الوقت وينقص في الوقت. معلم يلاو فكت الشوريع يارتو يجيسها. هذا قالوا كتية وقالوا صاحبتك وقالوا مونيتاري كاملة ومبلك ذا. قوي معايا بسم الله. ايوه سبحان لي بعض نكمل بعض. مع مرور الوقت وتطور النشاط الاقتصادي في البلاد يلاحظ غياب نسبة معتبرة من الشباب الموريتانيين عن الساحة الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في انتشار البطالة بين مختلف الفئات العمرية الشابة في موريتانيا. فما هو السبب الرئيسي لانتشار البطالة؟ وما أبرز الاستراتيجيات التي اتخذتها الجهات المعنية للقضاء عليها؟ حسب آراء العديد من المعنيين بمجال التشغيل، فإن المتتبع لأسباب البطالة لا بد أن يمر بعاملين اثنين، أولهما يعرف لدى الاختصاصيين بالبطالة السلوكية، وهي إحجام البعض عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف. أما العامل الثاني فهو عدم امتلاك الفرد المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى استحواذ العمالة الوافدة على جل هذه المهن والوظائف التي تدر دخلا يتجاوز في الغالب رواتب كثير من الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية. ونظرا لما فرضه واقع الشباب خلال العقود الماضية وعدم وجود رؤية واضحة المعالم لسياسات التشغيل السابقة، جاء برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ليجعل الشباب ضمن أولويات برنامجه كي يشارك بفاعلية في التنمية المحلية من أجل النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية. موريتانيا يمكن تصنيف بطالة وأسبابها لعاملين أساسا. العامل الأول هو عدم موائمة التكوينات للشباب مع متطلبات سوق العمل، لأن ما فهم تكوينات دراسة ولا تشخيص لسوق العمل من خلال التكوين الصالح ذاك التشخيص. وفهم لي عامل ثاني هو لأن وزوف الشباب عن المهن، عن المهن سرتوا في القطاعات الإنتاجية. الشباب هم زاد عندهم عزوف كبير عن اللي قالوا المهن اللي تطلبوا السوق الموريتانية، هم ما انهم ما مستعدين لبوا ذيك الحاجة اللي هي. لماذا؟ لأن فهم يعني نظرة دونية ينظرها المجتمع لأي حد يمتهن هذا النوع من المهن. عندنا ذا اللي ينقال له السباكة، عندنا ذا اللي ينقال الخياطة، عندنا ذا اللي ينقال التجميل، عندنا ينقال البلاتيريه، عندنا بلومبيري، وعندنا الكهرباء الصناعية، كهرباء المنزلية، كهرباء السيارات، وعندنا ميكانيكا انفس هي زاد كاع، وعندنا كذلك البناء، يعني الأشغال العامة الموجودة في مختلف يعني القطاعات. الشاب الموريتاني عنده على أن الشغلة تنقال المكتب وكليماتيزر والقعدة في المكتب، اي شغله ثانيه بالنسبه لهم هي شغله قاع ولو شي واحد فيها رقاش. والغريب على انه يدين ياخذ موريتان يقيس لاوروبا والله امريكا والله الخليج، هو لك اي فرصه عمل بالنسبه لهم فرصه عمل، مستعد يخلي شغلتهم
إذا فاتني نجبر شغلية كيسة. هذه الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تحضير الشباب للولوج إلى الحياة النشطة ودراسة تطور حاجيات سوق العمل من المهارات، إضافة إلى العمل على موائمة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق العمل والقيام بدراسة وتنفيذ برامج ترقية التشغيل فيما يسمى بالسياسات النشطة لسوق العمل. وفهم استراتيجية الوطنية للتشغيل بشكل عام، هذه الاستراتيجية قائمة على عدة محاور، وأساسا عندها خطة عمل تركز على التكوين وتشخيص سوق العمل وخلق المشاريع من أجل دمج الشباب في مجال سوق العمل، ولذلك من أجل إعداد هذا عدد منسقية مشاريع التشغيل، منسقية بجميع مشاريع التشغيل، وكذلك إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للتشغيل. كانت تنقل الى نبي وعاد تنقل الوكاله الوطنيه للتشغيل وعاد تهيكلت من اجل ان تقوم برساله تجديد والله مهمه تجديد. وفي التعهدات اللي قبل رئيس الجمهوريه من قد الشباب قالهم عنه دور وفر لهم فرصه عمل ياك يك نسبه بطالب اللي نعرفه في البلد تنقص بصيغه جيده وسليمه وتعود الشباب واحدين في الشيء اللي مهم في الدولة والمهم اللي هم حياتهم والمهم مهم للبلد. برنامج مهنتي هو برنامج يتعلق ب تحسين النظرة للمهن بشكل عام، لا فالوريزاسيون دي ميتي دي بروفيسيون ترقيتهم والعمل على أن نعود الموريتاني على أنه يزاول كل المهن بدون إحراج، والملاحظ على أن ياسر من المهن على أنها للأسف الشديد على أنها يزاولها أساسا أجانب، وخاصة في ذوك القطاعات اللي هي اللي توفر أكثر من فرصة عمل في التشغيل. حد تعود عنده مشروع يوفر لرأسه الشغلة ويقدر يوفر لشاب واحد والله اثنتين والله ثلاثة فرصة عمل مولي، هذا هو اللي يعطي الشغلة والنتيجة مولي عنه يزاد الاقتصاد، بس يزاد مقاولات في المجتمع يزاد مولي ترقية الاقتصاد المحلي. الحلول المقترحة لمواجهة تحديات البطالة واستئصال الشريان المغذي لها تمثلت في ابتكار مشاريع تنموية مختلفة أغلبها عرف نور واندمج في الدورة الاقتصادية اليومية. ولنسلط الضوء أكثر على المكونة الجديدة للتشغيل قمنا بزيارة ميدانية لبعض المستفيدين من برنامج مشروع مستقبلي. آنا فال إحدى المستفيدات من برنامج مشروع مستقبلي استطاعت من خلال مشروعها أن تحقق نجاحا كبيرا ووفرت من خلاله فرص عمل لعدد من معيلات الأسر. تضم قائمة منتجاتها مختلف أنواع الكسكس الموجودة في الثقافة الغذائية المحلية. نتوجه الآن إلى إحدى المخابز التي تم تجسيدها على أرض الواقع بعد أن كانت هدفا يصعب على صاحبه تحقيقه في ظرف وجيز، وهو ما نجحت إدارة التشغيل في إنجازه من خلال برنامج مشروع مستقبلي. نجاح هذا المحل يتمثل في قدرته على خلق عديد الفرص لكثير من العاطلين. قد نعتبر من 2015 هذه الفكرة عندي، قال كان يقلني الشيء قالوا الدعم، بالحمد لله مارس القطاع مارس أنواع عمله كامل، مارس في قالوا أوفريا وكونترمت ومسير صيت الحمد لله سنوات، جات فكرتي عني قالتي نحاول كي نجبر دعم بجهود عملي والله بجهود دعم خيري والله من دول الله ماشي، لكن قد عدل على نفس القطاع بالحمد لله شفتوا قطاع بنتيجته، والحمد لله كما قلت معنا استفدت من 2020 من ضمن 500 شاب اللي دعمت الدولة في مشروع مستقبلي. ومن مخبزة الحافظ إلى محل لصنع الحلويات حيث اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتنوع خدماته ولاقى في ظرف وجيز مكانة متميزة مكنته من منافسة أكبر المحلات التجارية في مجاله رغم قلة ما يتوفر عليه من معدات ووسائل. يعني رسمنا الخطة اللي هنا نشتغلوا إليها، الحمد لله وبدأنا ننفذها لأرض الواقع، بدأ المشروع يجبر زخم الإعلام اللي اشتغلنا حنا إليه، اللي فتحنا صفحة على فيسبوك ودنا نكتبوا عنه، نكتبوا عن المنتجات اللي احنا نقدم في ذاك حاله، وبالتالي
أصبح عنده سمعة، أصبح عنده سمعة الحمد لله، ومسالت عنده سمعة هي والزبناء من كل بلاصة هنا بجميع المقاطعات، من تجونين ومن عرفات ومن دار النعيم ومن البيكو وحتى من تفرق زين اللي فيها اللي مسيطر فيها المخابز اللي يمتلكها الأجانب دائما يخدموا في المجال. وبما أن الاستراتيجية الجديدة للتشغيل تقوم على تأهيل الشباب وتكوينهم من أجل الولوج إلى الحياة النشطة، فإننا نجد إلى جانب هذه المشاريع العديد من مدارس التكوين المهني وما تقدمه للشباب من خدمات وتكوينات، وذلك من أجل اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في النشاط الاقتصادي الجديد. التكوين المهني ما الله عود لا حد ما أجبر شيء يسو. التكوين المهني يرى الفرصة الأولية، ما هي الفرصة الثانية ولا الثالثة ولا الأخيرة ولا فرصة الفاشلين، لا، هي فرصة الناس اللي تبقي تخدم وطنها واللي تبقي تخدم أنفاسها واللي لا يعود عندها دخل لا يعود يمونك في دنيتها دنيتها وفي آخرتها إن شاء الله. القيمة المادية والمعنوية لهذه المراكز تكمن في تنوع التخصصات الموجودة في هذه المدارس، حيث تسعى إلى خلق يد عاملة ماهرة، الأمر الذي كان حافزا كبيرا لجعل التكوين المهني قبلة لمختلف الفئات العمرية الشاب. أنا اخترت اليوم تخصص المكتباتية، اخترت أني ندخل مدرسة التكوين المهني لأنها هي الملجأ والله زاد المآل لحد ما أجبر شهادة مثلا كي باك يسجل عنده نوفا باك مثلا، ما هو كيف لا بد له من باك ضروري أنه يجبر باك، وبالتالي أني قد حد يتكون على مهنة والله على شيء قد يشتغل به المستقبل يعود جيد. عندهم هنا شيء مارش دي طابل شنو طواب المدارس دي ديميل طابل دي مارش الحمد لله انا ديجا عدلنا شيء وصرنا نشيا. هكذا تبنت وزارة التشغيل والتكوين المهني استراتيجية جديدة للحد من انتشار ظاهرة البطالة، وذلك من خلال مكونة التشغيل التي هيأت لها كافة الظروف المادية والمعنوية من أجل دمج الفئات الشابة في النشاط الاقتصادي وتطوير قدرات ومهارات الشباب لتتماشى مع متطلبات سوق العمل. إلى حد الساعة قدمت مكونة التشغيل المستحدثة فرص عمل مختلفة ومتنوعة، فهل ستؤتي أكلها وتسهم في إنقاذ آلاف الشباب الموريتانيين من شبح البطالة؟ ربما تكون الإجابة مرتبطة بمدى استيعاب الشاب الموريتاني لخطط وبرامج مكونة التشغيل المستحدثة. في أمان الله. هذا الصبر الحمد لله إنه شهرين راك تكون نقلي، جانا حد تكون نقلي 20 يوم الحمد لله، وقدم الحمد لله نعرفه أنا وزميلاتي معي 20 شابة معي متكوني إلى هذا الصبر.
اولا نبقبو الزيت والماء والمادة ينقال لها السود، وعندنا مادة أخرى ينقال لها رشوش، وعندنا بالنيقر، وعندنا هو اسمه الأخرى، وعندنا هو الرشوش، وعندنا هذا. هذه هي المراحل اللي نقوم نحن بها ونوزنوها، لأن ما توزن ما تقدر تصلح الوزن، فرص إليهم الوزن. الماء نوزنه منه من أذن أدلي للمول الكبيرة، نوزنه منه 11155 اللي هو الماء، والسود نوزنه منه 525، والزيت نوزنه منه 350 بالنسبة للمول الكبيرة 3500. احنا اول بدأنا فيه ذاك اللوشي، بدنا بعد نحن بروسنا نصدره منه دامبوي، نحن للدشرة هنا عشان نصدره. نصدره نحن هون بنا فاتحين للمقر نبيعوه، هي كل كب يطلع نهار يبيعه. هذه المواد نحن ما نجبرهم هنا عشان لا نمشوهم، ينجابون كيس سود هذا واللي يجونا منه، مو الزيت عند رحنا هون موجود هون، والماء خاصة لا مادة ينقال له السوق. طالبين من الدول أنها تمولنا وتوثر أن الآلة نشتغلوا بها، نحن ما عندنا آلة مشتغلين بها ولا عندنا مقر نحن نشتغلوا فيه. طالبة من زميلاتي كاملين أنهم يقوموا كاملين يشتغلوا في كل أمل، الأمل كله الشرف. Thank you.
هذه المزارع الكبيرة تقع في ولاية الحوض الشرقي، حيث تقدر المساحات المستغلة لهذه السنة في الزراعة المطرية ب74,000 هكتارا من أصل 100,000 هكتار، أي بنسبة 74%، بينما يقدر المنتوج المرتقب بعد حصاد الجميع ب40,000 من الحبوب المتنوعة. جبنا مناطق عديدة لنقف ميدانيا على حصد المحاصيل الزراعية في مختلف القرى والأرياف، ونشاهد عن كثب هذا الكم الهائل من الحبوب في هذه المزارع الكبيرة الواقعة في مقاطعات النعمة وتنبدغة ودقني، الأمر الذي يترجم مدى الجهد الكبير الذي بذله الجميع للوصول لهذه اللحظة التي يجني فيها المزارعون ثمار ما زرعوا. هذه القرية تدعى أم سبعة، تقع شمال مقاطعة تنبدغة، تمثل الزراعة فيها شريان حياة السكان حيث يعتمدون عليها منذ الأزل، وتمثل اقتصادهم الثاني بعد التنمية الحيوانية. ومنذ بداية موسم الخريف قرر المزارعون في هذه القرية التوجه إلى الأرض، واليوم يستعدون للحصاد بعد أشهر من رعاية المزارع وحراستها من الطيور والحيوانات السائبة. بارك ان فتره من الزمن من الخمسينات علينا، واحنا ما عندنا من مهنه من تاسيسنا لهذه القريه مؤسسه الحمد لله من الخمسينات، ومن ذيك الساعه اللي هي اسست على الزراعه وتمت ذاك هو اتجاهها الى اليوم، ولا عندها اي منتوج اسوى هو شنو هو تنتجه، ما هو الزراعه والتنميه. التجارة لا أحد فيها شيء من الشباب في لاوينة الأخيرة، ولا هي ذات أهمية عندها، لأنها أصلا هي كانت تستقل شيء قال له الزراعة، وتمت لا على ذاك الميدان. ولكن عنها منين اللي في الفترات الأخيرة بها قلة الوسائل اللي مهمة للزراعة، كيف قرياش وكيف تواجرن وطرف وذناها قاع على الخالقين يواجرن حديثين عادوا يجبروا شهر الضفة، وهي أرضها أرض زراعية بامتياز، ولكن عنها فيها نبتة فاصلة في ذوك يواجرن اللي ذاك نبتهم فاصلة فيهم حتى. ومنين خلق نداء الرئيس من تام شكل، زاد هذاك اهتمام في الزراعة، واللي منها كان مسافر شور نواكشوط وشور الخارج وشور البليدات رجع، واللي ما رجع منه ادعم للموجود منها محليا فياك انه ينتج الزراعة ويوحل فيها. هذا سمعت وضرك طالبين من الدولة المعونة بقرياش وبيواجن وبالدعم المعنوي واللوجستي ذا كامل فر. هذا اسمع هذه المندوبيه ما هي باخله شيء، حسب ذاك اللي يوصلها هي ما هي باخله في شيء، وحسب مولي مساحه ما شاء الله المنطقه اللي هي فيها ما هي باخله شيء من تعبئه الناس. لكن عن الناس قاع معبئ رؤوسها في حاله عنها جبر الدعم ووسيلة تحضن بها الزرع، هي منطقة زراعية رعوية. هذه الحقول الممتدة على مد البصر تقع في مركز بوسطيل الإداري، حيث يعتبر خزان ولاية الحوض الشرقي من الحبوب نظرا لكمية المزارع واتساع رقعتها الجغرافية، فالزراعة في هذا القطر تمثل النشاط الاقتصادي الوحيد للسكان، لذا يقومون باستغلال ما تصلح زراعته من الأراضي حول مدينة بوسطيلة وحتى قرية أم النور الواقعة على بعد 32 كيلومترا شرقي المدينة على طريق بوسطيلة أمرجة، ليؤمن المزارعون حاجياتهم وحاجيات المركز الإداري من الحبوب طيلة العام. منذ بداية موسم الخريف باشرنا تنفيذ خطة متعدد الجوانب شمل التأطيرة وتوجيه المزارعين حول الطرق الزراعية الملائمة بما يضمن زيادة المنتوج، ومن جهة قمنا بإعداد تقرير مفصل عن القرى والتجمعات ووضعية الحواجز الرملية، حيث تم ترميم وإعادة تأهيل العديد منها خاصة في منطقة تنبدغة.
ولضمان منتوج جيد تم توزيع كميات معتبرة من البذور إضافة إلى عمليات لمحاربة الآفات الزراعية من خلال تكوين المزارعين على استعمالها أمور من بين أمور أخرى ساعدت في تحقيق محصول زراعي نوعي بولاية الحوض الشرقي. أولا نشكر رئيس الجمهورية على إتاحة لنا الفرصة وشجعنا الزراعة اللي اعتمادنا عليها وكان على كل حال مجهودنا يذهب سودا واليوم على كل حال مجهودنا شفتوه ملموس. على كل حال احنا اعتمادنا الأول والأساسي على الزراعة بالمنطقة الزراعية وزراعة المطرية والحمد لله سنة نرى الخطاب الرئيس والهمية اللي أعطي للزراعة المطرية بصورة خاصة اتجهنا شور الزراعة ولبينا على كل حال نداء رئيس الجمهورية بطريقة على كل حال منين شفتوا منتوجنا على كل حال شفتوا ملموس بدور على كل حال يزينا احنا همتوا قضينا عام والله اثنين همتوا وقدوا من خلاله على كل حال وفروا الحبوب في تنبتغة وفي الولاية الحوض الشرقي وإذا يسمح لنا على كل حال نعودوا عندنا اعتماد على شيء قدو قرروا به تكتنا والدواو به على كل حال احتجنا له وهذا على كل حال شاكين رئيس الجمهورية هذا التوجه احنا عانا والناس كاملة على كل حال تجهت الزراعة صغرا وكبارا وإناثا وكورا وعلى كل حال أعطى أهمية للزراعة وطاعت الناس أهمية لروسها اللي ما قاعدة تحني قمح من الخارج والله على كل حال معية من الخارج يعني تعدل الزراعة اني تجشر الزراعة جابت نتيجة لك على كل حال حصلت الرواد قد تزيل شيء وهذا على كل حال لا نموج من 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 مزروع زراعة بوصيلة متوقع أن على كل حال متوقع أن متوقع أن المحاصيل بوصيلة السنة اللي تعود مضاعفة 4 مرات السنوات الماضية. ورانا الحمد لله ولله المن شاكرين دولتنا وذلي ذو المطالبات اللي دعم السنة الرئيس علينا نعدلوا لحريثة رانا قمنا لها صغارا وكبارا ولا بقات منا امرأة وقجينا على الحمير وقجينا بيدينا إنين حلبنا ثمرة ذاك وقطعنا علينا أشبه قطينا رينا هذه السنة فتبارك الله وبسم الله الرقيب رينا فيها ذاك اللي كنا نطلبه ولكن عن أحكام لا تزيد حكيم قطعا أعلننا هنا فصل شيء ينقال له الحماية اللي ينقال لها قرياش تحمي ما بين نحن والمواشي اللي جايين من كافة موريتانيا وداخلين مالي ويدوروا يرزنوا فيه احنا ما نقدوا صعوهم يا قال ننجرون بينا معاهم قرياش مات لبعد فمشي لا هي الحمد لله أثر وذا هو اللي خاصنا ونقجو على الحمير ويقجو علياتنا وشاش والله اللي في نار واقج اللي العليات مخرفات مدنكسات بيجيهم يا غير بعد ما أنا متندمين يجبرنا ثمرة ذا. هؤلاء مزارعون من قرية من تحميدة بمقاطعة جيجني منذ الصباح وهم يعزلون الحبوب عن قشورها بضربها وفق طريقة تقليدية لاستخلاص الحبوب وإزالة القشور المتخذة علفا للحيوانات. في مقاطعة جيجني لوحدها تمت زراعة مئات الهكتارات ما يعني أن الحصاد هذا العام سيكون مختلفا عن سابقه نظرا للاهتمام الذي تعطيه الدولة للزراعة ودعمها بشتى الوسائل حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بمختلف أصنافها المتعددة. أنا هون مكلف هون بتأطير المزارعين حول الزراعة المطرية وزراعة الخضروات وهذا اللي واقفين عنده درك حالا مزرعة واحدة هي تندبز محصولها يندبز وبذيك المناسبة مندوبية زراعية على مستواها دخلت وساعدت المواطنين أعطاتهم تأطير أطرناهم حول الزراعة وأعطاتهم المعدات قسمت عليهم هوني واجل وأعطاتهم أملي شي قالوا بودر من أجل مكافحة لافة اللي خلق منها ولكن قاعد لافة هذه السنة خلق منها نسبة ضئيلة وتبارك الله الأمطار تهاطروا في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب وملي
وبذيك المناسبة نحرثوا مساحات شاسعة كبارات. الحمد لله الحمد لله، وراعيهم بركاتي ياهي اللي هي يأتوا أكلها في هذا الحصاد. وهون على مستوى ذي القرية اللي قالها من تحميد ديت، هي القرية من القرى اللي أكبر إنتاج، أكثر مزارعين وأكبر إنتاج، ولكن المقاطعة هون قاع درت 60 منها في المية والله 70 منها في المية زراعية. وبذيك المناسبة هذه السنة سنة زراعية وسنة منتجة وسنة منتجة، وقطع عنا مساحة أقل مساحة دور تحصد إن شاء الله تعالى أكبر كمية. ونعرف على أن لين تاولي نقارنها مع سنة 2020 اللي عدنا هون إحصاء شامل للمساحات المزروعة، ذيك ساعة حصينا 11900 طن على مستوى المقاطعة كاملة، وذي السنة قطعا عنها دور يتراوح بين 15 ألف طن إلى 20 ألف طن قطعا ذي السنة. تبارك الله ما شاء الله الزراعة تبارك الله ما شاء الله خلقت، والإرشاد خلق والتدخل على مستوى المندوبية ساعدت في المجالات اللي قلت لكم، مجال آليات الزراعية كيف تواجدن هذو اللي أتراكسيون أنيمال، يواجدن هذو اللي ينجرب الحمير وينجرب الخيل، ودخلت ثم اللي في مجال جيكراج قسمت وان جيكراج 12 طن و500 كيل من أنواع البذور كاملة، من أنواع البذور كاملة المختلطة. من حياتنا لحقنا بواتنا يعدل اللاي هاي نقال بوسنا نقزو بوسنا ورا حي وش نقال متري ومكة أهلين نعيش بالله. هاي الساعة اللي ما نصلح ما عندنا شيء، كون دولة لا ساعدنا. أي أيوة الحمد لله رب هاي العين با ما شاء الله والقزوان من الساعة اللي جاي ساعدنا والله إلى برك. يجينا مارو يجينا الفاو فاتحنا بواتيك الخيل الفاو كامل يجينا مول السنة مول ساعدنا أخبار الحريفة الحيوان، وكان هون لا يسقبونا قطعا سنة الحمد لله استرحنا منه. خاصنا لا رئيس لا يساعدنا مشينا ندور قرياز هاي هون لاحق 40 رقاز والله والله ما نهي لا ينشطا والله ما نهي. اول شغلتنا ننبط وزرع نصيب يشيل عيالاتنا واخوتنا وعيالاتنا يوري، بعدين يصيب مول ندور سقايب مولي، وحدين يبط الاف 10000 5000 3000 اقل ما حد ما بط يقول 2000 ما 3000 ولا 4000 اللي ماشي 10. بعدين يقش الخيام العيالات يدقوا مولي والله بغاوته يلحق الماكينه يهشي نعوس بالله. هاي البطه واللي بطو ما هاي ها هو اللي شغل تزرع يبطو بالله يدنا ودور نسقل ننبط حتى يورو يورو ندار الزقاي بعدين حق الخيام. قد عود انتم ما تعرفوا اسمع مد كل مدة تدهر كيلوات تبطع 10000 من ياك. انا ما قريت ما رحت غير ياسر طونات ياسر طونات ما شاء الله. هاي اللي حريت رقاش واحد خالق واحدين وفوقه وهم اللي فوق واحدين ها هو اللي شغلتنا. شفت بطينا شن قال متري اكفى تخطي، وشن قال الرحية اكفى تخطي، ومكة اكفى تخطي ما شاء الله. هاي اول بعد شغلتنا نعيش بالله. هاي هذه الحقول الكبيرة التي تقع على مساحات شاسعة وتوفر محاصيل زراعية كبرى كانت ثمرة لجهود مشتركة بين الدولة عن طريق مندوبية الزراعة في الحوض الشرقي والفاعلين المحليين من منتخبين ومجتمع مدني، حيث تم القيام بالعديد من الحملات التي تدعو للتوجه إلى الزراعة والاهتمام بها سعيا لتحقيق الهدف المنشود وهو الاكتفاء الذاتي من الحبوب. وقد قامت المندوبية الجهوية لوزارة الزراعة في الحوض الشرقي بتوفير 2200 طن من بذور الحبوب التقليدية و450 محراذا من النوع الذي تجره الحيوانات لتسهيل عمليات البذر والاستصلاح، كما تم استصلاح الكثير من المساحات الزراعية بإقامة السدود وترميمها فيها خاصة الحواجز الرملية التي تفيد الطبقة الهشة من المزارعين، حيث تم تشييد 265 حاجزا رمليا بمساحة إضافية تقدر ب3000 هكتار كان لها الأثر الإيجابي على هذه الفئة من المزارعين.
وفي مجال الحماية زيادة على تدخل وزارة الزراعة عن طريق إدارة حماية النباتات، قامت المندوبية بمجهود كبير في هذا الصدد، تمثل في وجود الآليات والمبيدات وفرق ميدانية تجوب كل المناطق المتضررة من الآفات، وتقوم بالتعاون مع المزارعين بمعالجة الحقول ضد الآفات الزراعية، الأمر الذي أنتج وجود هذا الكم الهائل من المحاصيل الزراعية في عموم ولاية الحوض الشرقي. خلافا لما تظهر عليه من ثبات وهي تفترش الماء كسجاد منشور في رحلتها اليومية بين الضفتين، تخفي العبارة في أجنحة منصتها العائمة ودهاليزها نظام ملاحة دقيق ومسطرة صيانة مضبوطة في الزمان والمكان، وأي اختلال في هذا النظام قد يؤثر سلبا في الرحلة إن لم يعرضها للخطر. عبارة روسو وعلى ما يبدو ظاهريا من سلاسة حركتها وسهولة قيادتها، إلا أنها مع ذلك تخضع لنظام عمل مضبوط، وأي خروج على هذا النظام قد يعرض العبارة للتيه وضعف القدرة على التحكم أو لا قدر الله العطل. في تقريرنا هذا حول إجراءات السلامة في العبارة وهي تفرغ حمولتها وتستقبل الأخرى، لفت انتباهنا هذا الارتباك في تفويج الشاحنات على الضفة وتراجع الشاحنة المتقدمة للصعود لسبب سنتعرف عليه في هذا الرصد الحي. هنا كذلك تتحرر العبارة صدفة من كل تحكم وتأخذ مسارا مغايرا لوجهتها الأولى، يدفعها التيار الهوائي دفعا، وذلك قبل أن يتم التغلب فنيا على هذه الحالات لنفهم السر وراءها. أوقات تخرج فيه شوي من الرياح، وبالتالي من إذاك تخرج بريز دار شوي بريز دار تخرج مناش لنعود من الناحية الفنية كيف غازوال ما يجي منه السفيزان، يجي الفني مباشرة يقلعوا عادي حالة عادية، كل تزويد العبارة بالوقود يلا يبرجي لين يتوخر الرياح لعله يعود الوقود من نفسه في والله ما هو زين حتى ذاك مالي ترتها فيه إكليبراج دي باك ذاك يتحكم فيه القبطان السيارة الأولى لا يجي لا بد خلاص وزنه مهم اللي هون فيه شيء شوي فني هو اللي عادل توازن العبارة من إذا جي السيارة تعود وزنها كبير شوي لا بد أن يجبر واحد آخر تعود قد توازنها. ذاك خطأ روتيني ذاك لامبرياش ذاك خطأ دائما روتيني لامبرياش اللي هو اللي مشي الباك جابن المهم لأنه خطأ فني دائما روتينيين عليه. سببه دائما يعود فم الحمولة هي تعود حمولة فما تياها زايدة على الطاقة وتوب ويؤدي مولي فم لأنه هو على كل حال مولي هالوتي عنده ياسر من الهندسة مطريله. عبارة روسو هي نعمة التواصل بين الضفتين منذ ستينيات القرن الماضي، وعبرها ترتحل الضفة إلى الأخرى بكل ثقلها وحمولتها وطابعها الاستعجالي، لكن حركتها خارج دوامها المعتاد تخضع مع ذلك لنظام محدد ومسطرة إجراءات دقيقة. وقت كما تعرف هون يبدأ الساعة الثامنة ويلا يوقف ديزويتر لسيزر، ودائما في حالة معلنة الضغط نعلم السلطات الإدارية عن طريق الولاية بأننا محتاجين ساعتين ولا ثلاثة برولوغاسيون، ودائما هم اللي السلطات الإدارية متافقة معنا في الاندور ودائما لا تفتح لنا ذاك المجال.
غير من إذا كيخلقوا حالات أخرى كيف حالات إنسانية مرضية ذيك لابد من استشاره فيها السلطة الإدارية اللي هي الولاية، والولاية تعلمنا عن طريق المدير العام للعبارة. وعلى اليابسة لا تقل إجراءات السلامة عنها فوق الماء، فهنا يرابط الأمن من الدرك والشرطة عند مدخل العبارة، وتبدأ إجراءات فحص دقيق للحمولة ومحتوياتها، هذا إضافة إلى التثبت من الهويات والتأكد من مطابقتها للنظم والقوانين المعمول بها. هي إذن مجموعة تدابير نصفها على اليابسة والنصف الآخر فوق الماء في تكامل تام، يحرص القائمون على الشأن العام للعبارة أن لا يختل فيه شيء، وأن تظل العبارة وفية لمهامها في تأمين التواصل الثقيل بين الضفتين وتمثيل بلادنا سياديا باحتكارها الحصري لهذه المهمة الأساسية والضرورية. أحمد ولندهمر، قناة الموريتانية، من منصة عبارة روسو، مدينة روسو. التشغيل والتكوين المهني أعد خطة وطنية لانتشال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من براثن البطالة والاتكالية إلى مصاف العمل وصنع القرار. القرار المصيري في بناء ذواتهم ودفع قطار التنمية إلى الأمام. شاركت عن طريق الإنترنت يا غير خلق بالنسبة لي أنا بشفافية 100%، ذاك الإنسان كنت متأكدة أني له نجاح به اللي طرحت عن طريق المنصة عن طريق الإنترنت وقبض ملفي، وكان قاعد من الأوائل في الولاية الجنوبية بمقاطعة عرفات، وكان مشروعي متمثل في توسيعة حمام وجبرت قرضي وساهم وساعد الحمام طاه دفع إلى الأمام ما شاء الله، زاد ماتريير وزاد تجارته وزاد دخله، زاد سعته في الزبناء الحمد لله، زاد الطاقة اللي يشتغل فيه، زاد عماله، هو نقول انه ساعدنا مساعدة ما بها شيء، حتى ولك يعني انك ندور شبه من هذا قال بعد مساعدة قيمة وطاعت نتيجة ما خاسر ايش الحمام. مشروع مستقبلي عنده هو نظام خطوات، خطوة ثم اخرى، مقابلة، دراسة جدوائية يجيبها المستفيد، ثم مقابلة، ومن ثم مشاونا للبنك لسددي وعدلنا اللي مقابله مع اللجنه الماليه عندهم واللجنه القانونيه اللي فهمت اياها كانت، وفيه وثائق يعني يعدلوا ويوثقوا شور موثق وتوف، كانت مسطره شفافه وواضحه. حصلنا على تمويل في الفتره الماضيه، بدأنا به واللي بدأنا شينا منه مكاين وبدأنا نشتغل به، فتحنا به هذا المشروع نشتغل به كماندات ونعدل مدي كذلك البرامج لأصحاب الدكاكين. وفي هذا المشروع اللي تقريبا 6 أشهر، لأن في هذه الفترة حاليا قلت أود فترة صعيبة فيه، اللي معروف على أن السوق في هذا المجال من عيد المولود لعيد الفطر وتقريبا ما في شيء، لأن هاي المشكلة الوحيدة اللي نواجهها نحن نشتغل هون، ياك نوفروا لواص المحل وياك نوفروا من ذاك الدخل اللي يلاه نردوا لمشروع المستقبلي البنك شهريا. لذلك عندنا معاملات مع واحدة من التجار وزام الله خيرا دائما يساعدونا في المراحل، وهذا يكون عارفوا نحن نزبون كأكيد مسجل نقولوا نحن يا تلفنا ان نعدلوا ولا السنهار وفلان اللي عدل هنا، نقولوا نقبل خمط مع حد من عملائنا هو اللي نتعامل معهم يعطي الخطة خيطوه له ونجيبوه المدافع. Thank you.
في سبيل هذه الخطوة كان إطلاق الحلم الذي أصبح حقيقة مشروع مستقبل الذي استطاع في نسخه المتتالية أن يقطع خطوات جبارة في منح خفض نسبة البطالة. برنامج مشروع مستقبلي من البرامج التي تعول عليها الحكومة في مكافحة البطالة وخلق الثروة وتشغيل الشباب، وقد ظهر ذلك جليا في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني بمناسبة ذكرى 62 لعيد الوطني، عيد الاستقلال الوطني. إذن نذكر بأن هذا البرنامج رغم حداثته إلا أنه في المرحلة الأخيرة من نسخته الثالثة. إذن هذه النسخة التي سيتم من خلالها تمويل 2000 مشروع ينتظر أن تخلق مشاريع 6000 فرصة عمل مباشر، وذلك حسب شروط القرض. خطوة كان لها ما لها من تحديات وصعاب، وأخذت التدابير لذلك من توجيه للمستفيدين من بداية المرحلة إلى نهايتها لتشفع بتكوين يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل صنف من المشاريع وطبيعة منطقته. المستفيدين من النهائيين من البرنامج قبل انتقائهم النهائي مروا بالمراحل التالية. المرحلة الأولى هي مرحلة إيداع الملفات أو إرسال الملفات على الأصح عبر نافذة البرنامج على منصة الدليل. المرحلة الثانية هي مرحلة معالجة الملفات إلكترونيا طبعا، وتم من خلال هذه المرحلة معالجة أكثر من 8000 ملف. بالتزامن أيضا مع هذه المرحلة تم إعداد التطبيق الذي سيتم من خلاله الانتقاء الأوتوماتيكي للمستفيدين. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الانتقاء الأوتوماتيكي للمستفيدين، تم من خلاله انتقاء 2000 و2450 ملف، هم الذين تأهلوا للمرحلة ما قبل الأخيرة وهي إعداد خطط العمل وإجراء مقابلات مع لجنة القروض، لجان القروض المحلية التي شكلت لهذا الغرض برئاسة ممثلي الولات وبعضوية ممثلين عن الجهة وجهة الولاية وممثل عن جهة ممثل عن صندوق الإيداع والتنمية وممثل عن صناديق القرض والادخار. إذا المرحلة الأخيرة التي نحن بصددها هي إعداد الاتفاقيات مع الشركاء الماليين والغير ماليين. الشركاء الماليين اللي هما صندوق القرض والادخار، صناديق القرض والادخار وصندوق الإيداع والتنمية، هذا هم الشركاء الماليين. إذن الشركاء الغير ماليين هما غرفة موريتانيا للتجارة والصناعة اللي ستساهم في تكوين ومواكبة المستفيدين من ناحية تقنية. إذن الشباك الموحد تمت مع اتفاقية معه من أجل أنه يسهل الإجراءات على المستفيدين ياك يوفوا ذيك المرحلة بشكل جيد. وعقب ذلك يتم الاتصال بالمستفيدين من أجل القدوم لبدء إجراءاتهم قبل أن
يستلموا القروض. هي إذن إجراءات واقعية حولت التصورات النظرية إلى مشاريع حية تفتح للشباب في كل شبر من هذا الوطن أبوابا جديدة أو متجددة نحو مستقبل واعد لا مكان فيه للتكاسل والاتكالية. السلام عليكم إخوتي الأفاضل، أحييكم جميعا كل باسمه وجميل واسمه. أسكن في مدينة كيهيدي في حي يقال له كاتاغا. اليوم هذه المقابلة أجريها مع صحفيين من قناة الموريتانية فيما يتعلق بالنشاط الذي أمارسه، فأنا صانعة الصابون بشتى أنواعه مع المشروبات المنكهة. أما الصابون فأصنعه بالطماطم وبالسمن وبمادة أخرى تسمى ألوفيرا والحناء والنوفاكيني، فهي كثيرة. أما المشروبات أصنعها بالجزر والطماطم والنبداي وكنكومبر وكنكوبر والبسام. هذه المواد التي أصنع بها المشروبات يمكنني أن أستعملها في صناعة الصابون في نفس الوقت. وكل هذه المنتجات هي منتجات محلية ليست مستوردة من الخارج، والمواد الخام التي أستخدمها فهي أيضا مواد محلية كلها من محاصيلنا المحلية. لكن قبل الشروع بهذا العمل قمت بتكوينات حتى أصبحت رائدة في هذا المجال. ففي البداية كنت أعمل داخل منزلي حتى سمعت بخبر مشروعي مستقبلي الذي يخدم المواطنين ويمول المشاريع التنموية الصغرى. طرحت ملفي ثم حظيت بتمويل من قبل المشروع. أشكرهم على هذا الدعم السخي الذي كان عاملاً أساسياً في تحريكي وتطوير عملي أنا وزملائي ورفع التحديات المادية التي كانت تواجهنا. واليوم صرنا نشارك في المعارض، حيث شاركت في معرض مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، شاركنا في معرض حول الصناعة التقليدية، وكذلك نظم معرض في فندق فابولي للصناعة شاركت فيه لأنني خبيرة في مجال الصباغة، فهي مهنة ورثتها من جدتي كما أبيع الملابس. بدأت أنا نحرث 2015 تقريبا، كان عندي مشروع صغير مو كبير حتى كي جاردين تقريبا، ورا ذاك كبري لعاد كتار. بعد ذاك مباشرة مع مثاولة بعض الأعمال ومركز على بعض الجانب الزراعي منها وعملي مع واحدين في المجال الزراعي، بدأت ذيك بدأ ذاك البرنامج اللي عند الدولة، هو برنامج مشروعي مستقبلي، وطرحت فيه النسخة الأولى منه، وكنت أنا من ضمن الناس اللي مستفادين من ذاك المشروع. عندي حاليا تقريبا خمس هكتارات من 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 أنواع الخضروات، وكذلك من شقد ما بين 10 عمال غير
7 دائمين و3 منهم غير دائمين في هذه المؤسسة الذهية. على كل حال العمل مستمر والنشاحات الحمد لله كما رأيتم مستمرة، اللي هو العمل بدأ من الحمد لله عندنا 5 هكتارات ونوسعوا، والفائدة عائدة علينا نحن وعائدة على اليد العاملة اللي عندنا في المشروع. التمويل الذاتي هو المحرك الأساسي للتنمية، والتنوع في المشاريع يعطي انتعاشاً في الاقتصادات المحلية. هذه معونة ما خاسر عليها شيء، لي شاب طموح حام ويخدم راسه ويعاون راسه ويخدم بلده به اللي هو لا يجبر نحاسه، ما خاسر عليه شيء قطعاً عنها، ما هو لا يقبلها ويوظفها ما زاد له شيء. وما شاء الله هم اللي المجالات ياسرة ومتاحة اللي خصها اللي الدعم إلى إني شبر مثلا ممتين، وعند الحمد لله القدرة موجودة وانت شاب والله شاب متكامل، يعني اللي خصك دعم مالي جبرتيه يلا تنجي يلا تنجي ياك السليم. رغم أن فهم بعض من التحديات اللي نعانوا منها، فيه اللي من ضمنها ارتفاع منسوب المياه، كيف ما شفتوا عن هذه البلاصة من 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 الحريزة الله المكان، كين نبدأنا نستصلحوه نتيجة لارتفاع منسوب المياه فترة الخريف، فيه اللي الماء فترة الخريف يطلع إلين حكما يقضي هذه المنطقة كاملة من الحريزة، نعود إلى هنا عدنا ذيك التوسعة اللي لفوق نظرا لاستمرارية المشروع بأن نختار وتم زبنائنا لفترة كاملة أن نزودوهم بالخضروات. لذلك احنا مصرين على عنا ان تم نحرزوا فترة الخريف وفترة كذلك الشتاء وفترة الصيف، معنا عند المواسم كامل لنحاولوا ان تم نحرزوا معاهم مع صعوبة الخضروات في فترة الخريف. دائما اللي جبرنا من الشباب كامل نحثوهم ونطلعوهم الى المشروع المستقبلي لانه يقدر يطرح به، باللي دائما نقولوا ان زين الميزه فيه لانه ما يحتاج سن معينه بالنسبه للشباب ولا يحتاج شهاده، يحتاج فقط لقاش عنده مشروع عنده به المام وعنده الايمان لانه يقدر يقوم بهذا المشروع. ما ان في كثير طرحوا فيه واجهوك مشكله واجهناها مشروع مستقبلي، هي مشكلة الضمانين 3 أقوى مشروع لا بد لك من الضمان. أكثر من 3000 مستفيد هي الحصيلة النهائية للنسخ 3 من عمر هذا المشروع الذي استطاع إلى جانب الرقب السابق خلق أكثر من 9000 فرصة عمل إضافية، وجاب مختلف مناطق البلاد مع مراعاة خصوصية كل منطقة وأولوياتها.